طموحهم تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله، خاصة أنه أول مباراة لنا ووسط جماهيرنا. كارم راح في اتفاقي والسوزة بالتسديد، الله. وعارفين فريق الوحدة زي ما فريق الوحدة عارفنا بشكل مباشر، فأتوقع أنها حتكون يعني مباراة صعبة للفريقين. ولا أدخل في موضوع الهلال، ترى أنا النصراوي، لكن نادي الهلال نادي مشرف وخاصة آسيويا. الوحدة يملك حظوظ كبيرة في التأهل من هذه المجموعة، خاصة بعد المستوى المتميز اللي قدمه في الدوري.